بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنكمل على بقية الأسئلة. What is exception handling؟ إيه هو الـ exception handling؟ Exception handling in object oriented programming is a very important concept، مفهوم مهم جدا. That is used to manage errors، هو بيستخدم عشان يدير الـ errors، حلو، المشاكل أو الأخطاء بمعنى أصح. An exception handler allow errors، الـ exception handler بيسمح للأخطاء to be thrown and caught and implements a centralized mechanism to resolve them، يعني بينفذ آلية مركزية عشان يحل بيها الأخطاء دي. طيب what is encapsulation؟ إيه هو الـ encapsulation؟ الانكابسوليشن is a feature of an entity that holds all secret data، يعني زي الكبسولة كده بتحتفظ بجميع البيانات السرية، حلو. ده الكلاس بتاعي، كأنه مقفول على كأنه كبسولة كده مقفول عليها، جواها ال variables وال methods. The members of that class، الأعضاء أو الممبرز بتوع الكلاس ده can only see the hidden details، يقدروا يشوفوا التفاصيل المخفية. Public protected private، دول الأكسس موديفايرز عبارة عن different levels عشان أحط بيهم restrictions، قيود للوصول للبيانات بتاعتي. طيب what is inheritance؟ إيه هو الانهيرتنس؟ إحنا رحنا فين؟ What is inheritance؟ Explain the use of inheritance. ايه هو الوراثة واشرح ازاي استخدمه. Inheritance is a concept، هو مفهوم، where one class shares the structure and behavior defined in another class، بيشارك ال structure بتاعه والسلوك بتاعه اللي موجود في class تاني، او بيشاركه مع ال classes اللي هتشتق منه ك parent class. Inheritance applied to one class، بيطبق على class، is called single inheritance، يعني لو class بيورث من class واحد ده اسمه single inheritance. And if it depends on multiple classes، ولو بيعتمد على أكتر من class أو بيextend من أكتر من class، في الحالة دي اسمه multiple inheritance. طيب استخداماته for method overriding so runtime polymorphism can be achieved. For code reusability، إعادة استخدام الكود، لو أنا عندي class حلو معرف فيه attributes و methods معينة، واحتجت إن أنا أستخدم نفس الكلاس ده في context تاني، يعني في سياق تاني، يعني في حتة في مكان تاني في الكود عندي، بدل ما أعرف نفس الكلاس هو هو و repeat الكود، أعيد تكرار نفس الكود هو هو، لا أنا ممكن reuse، أعيد استخدام نفس الكلاس ده في مكان تاني بدون ما أحتاج إن أنا أعمل كود redundancy، تكرار الكود. طيب بعد كده what are static binding and dynamic binding؟ انا عندي البايندنج اهو في الصورة، بينقسم لجزئين، الدايناميك والستاتيك. الستاتيك binding is a binding in which the name can be combined with the class during collection time and it is also called early binding. early يعني بدري بمعنى اصح، عشان هو بيتم اثناء الايه، اثناء الكومبايل تايم. طيب الدايناميك بايندينج is a binding in which name can be identified with the class during execution time، وقت انك تعمل run للبروجرام، and it's also known as late binding. late يعني متاخر، عشان بستنى الران تايم بتاعه. مثال على الستاتيك بايندينج هو الميثود اوفرلود، ومثال على الدايناميك بايندينج هو الميثود اوفررايد. طيب Can you call the base class method without creating an instance؟ تقدر تنادي على base class method جوه base class من غير ما تكريت instance من class؟ ايوه، بس في حالة واحدة. Yes, you can call the base class without instantiating it if، لو ايه بقى؟ It is a static method، لو الميثود دي static. حلو؟ هنادي على اسم الكلاس نفسه dot، واقدر اكسس اسم الميثود بتاعتي، لازم تبقى public و static عشان اقدر اكسسها من اي مكان. The base class is inherited by some other subclasses. وهنكمل على بقية الاسئلة في الفيديو اللي جاي.